بالنسبه لاكاديميات النادي الاهلي قطاع مهم جدا، قطاع استثماري بيحقق عوائد ماليه كبيره جدا للنادي الاهلي، قطاع فني بيطلع مواهب واكتشاف مواهب، وايضا مورد انه بيطلع لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي سواء لاعبين او مدربين. بدات العمل دلوقتي يا كابتن شطف في الاكاديميات، الموسم ابتدى؟ ابتدانا من شهر ان شاء الله. من شهر، قول لي بقى الفروع اللي عندنا والعمل داخل القطاع. كابتن شطف ما شاء الله دلوقتي مسؤول عن ما يقرب من 20 اكاديميه و20 فرع، قطاع كبير جدا. هي الاكاديميه السنه اللي فاتت حققت هي اعلى دخل ليها في تاريخها، يعني مش عايزين نذكر اسماء او ارقام او حاجه ده عشان ما نتحسش. فهي كانت هي تعتبر عدد اللاعبين فيها في كل عدد 9500 لاعب ما شاء الله. السنه دي ان شاء الله عندنا تارجت نحقق اكتر من كده، عشان زودنا 3 4 اكاديميات ثانيه. النادي الاهلي دلوقتي هي المشكله الكبيره اللي بتواجهنا، ودي مشكله صعبه جدا. في بعض الاكاديميات زي اكاديميه مدينه نصر فيها 2500 لاعب، عدد كبير. فده الملعب كمان يعني مستوعبش. عندنا 5 فترات بنبدا مثلا 5 نخلص 11 12. فالحقيقه محتاجين لملاعب ثانيه، بس دي صعبه جدا ان شاء الله. العمل على مدار الاسبوع يا كابتن شطه ولا في 6 ايام؟ نشتغل 6 ايام في الاسبوع، ما نقدرش نشتغل يعني اقل من كده عشان الاعداد. 3 ايام في الاسبوع لكل مجموعه. الحقيقه برضو الشيخ زايد ومركز شباب الجزيره والقطاميه والعبور دول طبعا من اقوى الحقيقه. فعندنا هي اكاديميه جديده هي هنفتحها في المعادي في 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 نادي اسمه ذا فيلد في فيكتوريا، ميدان فيكتوريا في المعادي، وده حيويه جدا طبعا. دي منطقه حيويه جدا، وبعدين فيها هي النوعيه الناس اللي موجودين هتبقى فيها مدربين على مستوى اعلى، لانه هناك المجموعه كلها اغلبها بيتكلموا انجليزي، وبعدين تلاقي سفراء، وهتلاقي بعد كده وزراء، وهتلاقي عيال هتمرنها في جو يعني لازم يكون المدربين اللي عندهم عايزين مدربين عندهم برضو كمان خبرات عشان يستطيعوا يتعاملوا معها. عندنا اكاديميه في بنها دلوقتي حقيقة فتحناها في كليه التربيه الرياضيه بجامعه بنها، هي بدات الان الحقيقه، وانا بعتقد انها ان شاء الله هتحقق باذن الله يعني حاجه كويسه. عندنا بني سويف حقيقة بدانا فيها وماشيه كويس، وبعدين عندنا طبعا الغردقه دي ان شاء الله باذن الله هتكون من الاكاديميات الموجوده في البحر الاحمر طبعا. ودي اول اكاديميه تنشا هناك، هي الاقبال عليها كبير جدا في نادي اسمه نادي سينزو. أحيان. نادي سينزو ده نادي حياة ومسكه واحد من ابناء النادي الاهلي كابتن محمد جوده. حياة محمد جوده بيأدي عمل كبير جدا هناك، وانا حياة متابعه جدا يعني نشيط جدا، وعنده برضه كمان خبره كويسه من خلال تدريبات اللي كان مدرب في بعض الحقيقه الانديه. عندنا برضو اكاديميات يعني ناجحه جدا برضو زي دمياط، عندنا المنصوره، عندنا اسكندريه، عندنا السويس، عندنا الصعيد كله، عندنا سوهاج، عندنا اسيوط، عندنا اسوان. محافظات مصر ما شاء الله كلنا غطينا الحقيقه ما شاء الله. عندنا الشرقيه ابو كبير طبعا، الزقازيق. قطاع الشرقيه مهم جدا طبعا. ده انت خريج الشرقيه، انت خريج الشرقيه، انت عماد متعب. الحاجه المهمه يا كابتن شطه وحضرتك بتعدد المحافظات، واحنا قلنا في عائد مالي وعائد فني وتصعيد مواهب، ترسيخ قاعده جماهيريه النادي الاهلي في المحافظات، ان النادي الاهلي يكون متواجد عن طريق اكاديمياته، فدي حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي هي انا كلمت مع الكابتن محمود الخطيب اكتر من مره انه في اكاديميات ممكن ما تحققش الدخل المادي الكويس. مش عشان هي يعني عشان ما حققتش الدخل انا اقفلها، لا، انا ما بقفلش اكاديميه طالما فيها عدد معين من اللاعبين وفي ناس بيتمرنوا فيها وهي بتخلق للنادي الاهلي جماهيريه وبعدين اقبال. انا لازم اطورها وازودها وارفع من شانها، ودي حاجه مهمه جدا. انا الحقيقه ما قفلتش ولا اكاديميه كويس الا غير اكاديميه واحده كان فيها مشكله في الملعب، والملعب اتنقل. لا يصلح يعني اللعيبه. لا، وبعدين نقلوا الملعب من مكان لمكان، في العمليه بقت صعبه، دي ممكن يحصل فيها، وان شاء الله هنرجع لها تاني باذن الله لما الامور تستقر. لكن النادي الاهلي عنده حقيقه رساله بيعمل من خلالها رساله مجتمعيه. يستطيع انه يحاول يكون في جميع المحافظات على الاقل عنده على الاقل اكاديميه. ناقصني بس في المنيا. هي الصعيد المنيا دي طبعا حقيقه من الاكاديميات القويه جدا. وعندي بقى عندي برضو في الشرقيه الزقازيق، عايز اخش على الزقازيق مش عارف طبعا عشان انت. لا هدخلك انا. الحقيقه انا 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 ببذل مجهود كبير جدا ان انا احاول ان انا اجد اكاديميات في كل انحاء المحافظات باذن الله.